باش ما ايش يعطيك شويه اي دواء. السلام عليكم من مخبر شط الهنشير. يوم الثلاثاء اليوم 22 ثنين، هذه تعاون لحفر قبور جماعيه للشهداء الشباب كلها. هذه صور واضحه من المخبر. نعم اي الاسماء حنقول بتاع الشهداء ان شاء الله. هذه عملية حفر القبور الجماعية في انتظار الشهداء اللي هم يرفضوا ان يسلموهم الا فرادى، رافضين ان يسلموهم باكثر من شخص. هذه كلها قبور تنتظر في الشهداء وحيكون في مزيد من الحفر. في عندنا قبرين يوم امس، هذا قبر يوم امس الاثنين يوم 21 2، هذا قبر ثاني يوم امس حتى هو لامرأة كانت في الشباك. بالنسبة لليوم في شهداء الهنشير فقط، هذا ان الشهيد سامي الابيض منطقة الفرناج اللهم اغفر له وارحمه. في عندك هذا قبر الشهيد ايمن تومي من الظهرة اللهم اغفر له وارحمه. في الشهيد محمد الهاشمي الصغير اللهم اغفر له وارحمه. في الشهيدة ايادة المسافي كانت في الدور الاول في احياء الشباك، اطلاق ناري في الراس مباشرة اللهم اغفر له، عمرها 25 سنة. في هذا من شوية حتى هو الشهيد عادل الهادي المفتي، ومن شوية كان في أشخاص من كان من مستشفى طرابلس الطبي يشتغل في دار الموتى أكد على وجود اليوم فقط 13 شهيد، وبارك 13 شهيد فقط، هذا غير الجرحى. في مازال في مستشفيات زي شارع الزاوية فيها العديد من القتلى الشهداء والجرحى، وفي حتى تحولوا لمستشفى سباعه، وفي مستشفى القصيم ما زال ما فيش انباء مؤكده على الاعداد، ولكن الارقام اللي قيلت مؤكده 100% ان شاء الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب. ايه بالاسماء. لا لا اوكي.